المفروض انا يعني ولا ايه؟ تمام يا جنتي الاول. دخلة صعبة الحقيقة، بس انتوا بما انكم افتراقيين بقى كده، دخلة صعبة جدا لانه المقال قديم، ويبدو برضو ان الافكار يكون الدنيا يعني مشيت فيها شوية اكتر. يعني المقال ده مش ممكن يكون مكتوب بعد 28، 28 بقى يكتب بشكل تاني، يعني في سنة 28 يعني في وقت دلوقتي داخلين في 90 سنة اهو. بس هو بيبقى مفيد قوي في ايه بقى؟ ان احنا قبل ما نخش بقى في تكنيك الترجمه ويتعامل ازاي ويمشي ازاي وبتاع، بيدينا فرصه نتامل شويه في يعني ايه ترجمه، علاقه اللغات ببعضها ايه، حتى لو ما فوقناش على الكلام على فكره، عشان الكلام ممكن ناس كتير ما تفوقش عليه. وفي بعض الاحيان برضه الكلام ممكن يبقى مختلف. لكن هو بيدي فرصه يعني نتامل شويه في ايه؟ يعني ايه ترجمه؟ يعني ايه لغات بتتفاعل مع بعضها ازاي؟ ايه دور الترجمه في الموضوع؟ معناها ايه؟ يعني التامل اوسع شويه من عمليه الترجمه نفسها يعني. فهحاول الخص الخطوط العضوي كده عشان ما يبقاش فيه رزاله. هو الاول بيتكلم على ان ايه؟ في فكره الترجمه دي، يعني ايه ان احنا نترجم؟ هل الترجمة دي علشان في ناس ما تعرفش اللغة الأصلية بنعمل لها النص ده عشان تفهمه، ولا في حاجة أكتر من كده شوية؟ علشان يعني طب يعني إيه عشان تفهمه؟ بيبدأ بحاجة بديهية خالص كانت وقتها، إن النص نفسه ما فيش نص متوجه للقارئ، لأن يعني فكرة إن أنا أعمل قارئ يعني ايديال كده او حتى حقيقي انا موجه له النص ده، مفيش اي نص تقريبا فني ممكن يكون متوجه للقارئ. يبدا بالبنيه دي اصلا. فمش معقول مفيش نص متوجه للقارئ، يبقى الترجمه متوجهه للقارئ يعني مش كده. عشان يخش شويه في حكايه بتنقل من هنا لهنا ازاي او بنعمل ازاي، بيتكلم عن ان الترجمه قابليه الترجمه نفسها موجوده في النص نفسه. هنشوف بعد شويه هل هنفهمه ولا لا. يعني في نصوص قابله للترجمه وفي نصوص ممكن مش مترجمه. عشان يبان يفرق في الحكايه دي شويه، بيعمل معنيين لكلمه معنى، بيتكلم على ان الحاجه سنس، يعني ان اي نص، كل ده طبعا ترجمه ادبيه، مش السنس يعني ممكن نقول المعنى المحسوس، الكلمه نفسها بيبقى ليها دخل فيه. يعني لما اقول عشق غير لما اقول هوى، غير لما اقول غرام، غير لما يعني بيبقى فيه معنى مرتبط بحاجات حسيه، ده سماه السنس. وقال لك في معنى تاني ممكن يكون مجرد شويه اسمه المينينج. وقال لك ان كل نص بيبقى فيه يعني الاثنين دول بيتفاعلوا مع بعض، المينينج والسنس بيتفاعلوا علشان يوصلني النص ده. الترجمة احنا بنترجم ايه؟ بنترجم السنس ولا المين؟ ودي الصعوبة بقى في الكلام. لو بنترجم المينينج، مينينج يعني ممكن معادلة هندسية يبقى مينينج. واخد بالك؟ يعني ممكن معنى دقيق، ممكن السنس بيبقى قاعد شوية، وده اللي يمكن بيخلي يعني في معنى للكلمة لموضوع الترجمة. ان لو اللغات كلها ما فيهاش لبس ولا غموض ولا اي حاجه خالص، مش هنحتاج نترجمها، هيبقى لغه واحده وخلاص وتكفي. انما علشان الغموض اللي ملازم للكلام، بيبقى السنس ده يعني ما بتقدرش تنقله للغه ثانيه متركبه بشكل ثاني، الاستراكشر بتاعها ثاني، وكلامها الفاظها نفسها ثانيه وتداعياتها ثانيه وكده. ما نقدرش نجيب ده ليه ده بالظبط الا ببعض الحيل بقى وبعض الالعاب، يعني ايه يعني ما بتجيش مباشره ابدا، المعنى مش بيجي مباشر يعني. طيب الترجمه نفسها بقى، يعني قلنا في سنس وفي مينينج، واحنا بنترجم حاجه يعني مش بالسهوله اللي احنا كنا فاكرينها في الاول. خد بالك؟ طيب يعني ايه الترجمه نفسها بقى؟ بيتكلم عن ان النصوص المهمه بتبقى فيها قابليه الترجمه دي.
وقابليه الترجمه دي بتخليها ممكن تتنقل للغه ثانيه. اللغه الثانيه دي ده مش يعني هي علاقتها بالنص اقل، لكن بيتكلم ان ده افتر لايف للنص نفسه، يعني ان ده حياه ثانيه في وسط ثاني في لغه ثانيه في مناخ ثاني للنص، يعني افتر لايف يعني حياه ثانيه ليه هو، مش نفس النص. ورغم ان هو علاقته بقت بالنص الاولاني يعني ممكن ما تبقاش علاقه وثيقه قوي، لكن علاقته اهميته في ايه؟ انه بيتكلم على ان ده بيشير مش لمعنى في النص والبتاع، الترجمه دي بتشير للعلاقه الجوهريه اللي بين اللغات وبعضها. هنلف تاني عشان نقول ده كله. يعني العلاقه يعني مش بيتكلم يعني بمناسبه ان انت بتعمل مقال من لغه معينه مثلا، اما بكتب في لغه او قصيده او قصه او يعني اي حاجه بتتكتب في لغه بتبقى زي ما تقول ايه المجازات الاستعارات الحاجات اللي من النوع ده بتبقى بتشتغل على جسم اللغه نفسه وجواه، يعني يشبهها بانها في وسط ضابط اللغه. الترجمه وضعها مش كده، الترجمه بتبص من بره للغه الثانيه على بعضها وبتنشن في المقاله ده على انها تشوف العلاقات اللي بتكون مبنيه اللغات اللغتين مع بعضهم. يعني ممكن تبقى فكره يعني اسمها ايه مش ماديه قوي يعني، بس هو عايز يعني عاوز يشرح بالفكره اللي مش ماديه دي قوي ايه ماديه الترجمه نفسها. يعني ف يعني اهميه الترجمه انها بتشير للعلاقه اللي بين اللغات، والحاجة الثانية كمان انها العمل يكتسب حياة تقريبا شبه مستقلة في اللغة الجديدة عن اللغة اللي منقول منها. يعني حديد الكلام حديد الكلام بيبقى دي يعني اقصد ايه؟ بيبقى حتى ممكن انت ما يعني دون كيخوتة ممكن ما تعرفش اسباني، بس لو عندك انت نص دون كيخوتة بالعربي بيبقى انت بتبتدي كانه جزء من لغتك انت، يعني الحياه بتاعه النص الجديد ده بتكف عن انها تبقى جزء من اللغه القديمه، فبتبقى جزء من ايه؟ من حياه اللغه الجديده. وبينما ممكن اللغه القديمه تكون برضه بتتطور يعني بتحصل فيها تغييرات، اللغه الجديده بتتطور وبتحصل فيها تغييرات، بيبقى ده جزء من التغيرات اللي بتحصل والتطورات اللي بتحصل في اللغه الجديده مش القديمه. يعني بيبقى حاله سراء شوية للغة الجديدة مش القديمة، يعني احنا مش بنعمل جميلة في العمل ان احنا نترجمه، ده العمل ده بيفتح لغتنا احنا وبيخليها تفتح على حاجات اقوى وحاجات اعرض، يعني اقصد يساهم في حيوية اللغة الجديدة اللي احنا قلناها الكلام. وممكن بعد شوية يعني ايه مؤشر على ان كان يعني مثلا ممكن اساليب معينه اساليب البروك اساليب مش عارف ايه بتاع تبقى رايجه في وقت الترجمه دي، ممكن تبقى عايزه تجيب الاسلوب ده بس مش هتجيبه بانها تنقل المعنى، هتجيبه بانها تعمل يعني ولا السنس برضه مش عارف هي يعني الكلام ظابط، لكن هي بتنقل حاجه يعني يمكن عايزين بس نقول الكلام المهم الباقي كله ماشي، يعني انها جزء من حياه اللغه الجديده اصلا. ان فكره ان انا اقول لك ايه يا ده الكلام اللي انت بترجمه ده زي ما يكون مكتوب بالعربي، ده مش مديح. لا انت بما انك انت على حافه اللغه يعني موقع الترجمه على حافه اللغه المفروض تسمح للنص ده ان هو يوسع الافق بتاع لغتك انت، والمفروض تسمح له كمان انه المعاد يعني السمات المميزة للنص ده تحاول تعمل حاجات موازية ليها في النص الجديد حتى كسر القواعد بتاع اللغة بتاعتك. يعني هو مش اللغة المستقيمة قوي هي اللي بتبقى ميزة ولا حاجة، ده إذا كان يعني النص الجديد ده اللي من دماغ تانية من عقل تاني اللي دخل على لغتك ما سمحش إن لغتك نفسها يعني
توسع شويه تتفتح على مفهوم تاني او بتاع. وده بنشوفه بقى في حاله المفاهيم يعني لما يجي بقى مش مفهوم مش في العربي مثلا وانت بتجيبه من لغه تانية. يقعد فتره من الزمن الناس تقعد تقترح تعريبات ما لحد ما في الاخر يتفقوا بقى اصطلاحيا كده، مش لازم احسن كلمه ولا حاجه، بس اتفقوا ان الكلمه دي يساوي كذا، تفكيكيه يساوي مش عارف ايه البتاع ايه. ما بداوش الناس يقولوا تفكيكيه ولا حاجات من الاول، ده بداوا يقولوا 15000 حاجه لما استقروا بقى، بس اتسعت اللغه وبقى فيها كلمه تفكيكيه ومفهوم اسمه تفكيكيه ما كانش موجود فيها قبل كده. يعني الميزه بتاع الترجمه، انا حركت الميزه بتاع الترجمه يعني العلاقه الحيويه اللي بتبقى بين اللغات. هو عامل حاجات شعريه قوي في اللغه بس مش عارف، يعني العلاقه الحيويه اللي بين اللغات وانها بتبقى جزء من حياه اللغه الجديده وبتساهم في تطورها. فتح حضرتك بيجي يتكلم بقى على ايه اللي ممكن اترجمه، بما ان السنتاكس بيتغير، بما ان البتاع بيتغير، فهو بيمسك في الكلام. قال لك خلي الوحده الاساسيه بتاعتك الكلمه مش الجمله، لانك انت بتعيد الكلام، بتعيد بتفكه وتعيد تركيبه تاني في جمله تاني في لغه تانيه. فقال لك خلينا هو مع الترجمه مش نقول حرفيه برضه، ممكن تبقى حرفيه، بس مع الترجمه الكلمه كلمه اللي انت بتعيد صياغتها تاني في لغتك تاني. وبيضرب بالمثل على الحكايه دي بالترجمه بتاعه الاناجيل. كان زمان بيعملوا الانجيل سطر باللاتيني وسطر باللغه اللي انت بتترجم بيها، الانترلينير اللي هي الترجمه اللي بتاعت تمسك انت الكتاب بيبقى سطر باللغه وسطر باللغه اللي بتترجم لها عشان يبقى الحاجات جنب قدام بعضها على طول جنب بعض. بيضرب مثل ده على ان يعني مثل اعلى شويه في الترجمه، لكن الحقيقه الاساس انه ايه؟ السياق اللي بتعمله الترجمه ده في اللغه الجديده اللي هي يعني هو ده معنى الكلام. بس يعني في تفاصيل بس يعني كده بس.